الآن من نصيب الفريق الأسواني، انطلاقة من جديد وعرضية مش ممكن القائم، تاني جول جول جول. الفريق الأسواني يتقدم من أول كرة، والكرة بالرأس، القائم ينوب عن عواد في حراسة مرمى الزمالك، لكن في النهاية تأتي المتابعة من جده، هو جده، هو محمد ناجي جده يسجل بالفعل. او شوف ادي الرأسية ايه ورجعت له تاني، يتابع كورته بنفسه. محمد ناجي جده ناشئ الزمالك السابق اللي انتقل الى شربينو البلدية والعالمين. زيزو من ناحية اليمين وبقدم اليمنى، زيزو يلعبها عاليو جول.
الراية تلغي التعادل. الراية راية محمد زناري دقيقة 33. خلينا نشوف، ادي زيزو وادي لحظة لعب الكورة. محمود علاء يكمل ويعود للتريق. لابد من فائز. اوباما حطها حلوة قوي. زيزو والناحية التانية فاضي فاضي فاضي. بن شرقي يجري ويستلم. اشرف جول جول جول. اوباما يسجل التاني سريعا في دقيقتين من التأخر 1-0 للتقدم 2-1 بهجمة مرتدة نموذجية نموذجية، صناعة أشرف بن شرقي وتسجيل أوباما. إذن هو يوم العائدين، هو يوم العائدين والمشتاقين للتهديف. محمود علاء